مع تزايد الصراعات والنزاعات المسلحة، بات سباق التسلح والمنافسة في أوجها، فكلما امتلكت الدولة أسلحة فريدة ومتطورة زادت قدرتها على صد أي اعتداء محتمل عليها. بريطانيا ودراغون فاير بعيد المدى أحد أحدث الأسلحة التي طورتها بريطانيا لتشكل خط دفاع فريداً ضد الهجمات الجوية. السلاح الليزري دراغون فاير هو سلاح مضاد للأهداف الجوية أجرت عليه اختبارات في اسكتلندا. السلاح الجديد قادر على إسقاط الأهداف بدقة بالغة، فهو قادر على ضرب عملة معدنية على مسافة 1000 متر بفاعلية متناهية الدقة، ويمكن لطاقة الليزر به أن تشتبك مع الأهداف بسرعة الضوء، كما أنه يقلل الاعتماد على الذخيرة الحية باهظة الثمن وفقاً لتصريحات وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إلا أن المدى الفعلي للسلاح لا يزال غير معلن.